هاد القصه ديال دير خير ما يطرابس. هاد القصه طرات في الطاليان، دير واحد السيده دارت الخير في واحد المراه، دارت فيها الخير حيت ديك المراه كانت فهمتي كانت يتيمه وكذا وهادي، وكانت كتهلا فيها وكذا. وشوفوا هاد المراه اش دارت لها، دارت لها السحر، خرجت لها على حياتها، دمرت لها حياتها تي كامل في الطاليان. وهاد المراه ماشي دارت لها غير هي، دارت بزاف، شتات بزاف ديال العائلات. المهم سمعوا مزيان، ماشي اللي غادي نعاود القصه، غتعاودها واحد السيده، وتبعوا القصه من الاول حتى الاخر. وهذه عبره لاي وحده، ما تبقاوش ديروا الثقه، ما تبقاوش تاكلوا عند عباد الله، ما كاينش ديك الثقه، لا هذا حنين لا هذا غنثق فيه، ما تبقاوش ديروا الثقه، لان راه الوقت صعابت بزاف. سمعوا القصه. السلام عليكم خوتي خواتاتي، اليوم جينا نعاود لكم قصه للعبره خوتي خواتاتي، باش تردوا بالكم. هذه وقعت هذه القصه، واخا مولاتها قالت لي واخا تقولي الدوله، المهم غنقول وقعت في الطاليان، لان الطاليان فيها كثره بزاف المعاشرات، تجي عندي نجي عندك، تخالطي ليا تخالط لك، ماشي بحال الدول الاخرين، صحاب فرنسا صحابه فرنسا كل وساد على بابه، مي صحابه الطاليان فيهم ديك العرايد وفيهم ديك اجي عندي وجي عندك. هذه بغيتها تكون العبره، وسمعوا معايا وبقاو معايا وتصمتوا اخوتي خواتاتي. المهم هذه واحد السيده اتصلت بيا وعاودت لي قصتها، قالت لك اودي انا جيت في 93 جيت لطاليان، المهم انايا كان عندي وريقاتي ديال اسبانيون وعائلتي كيعيشوا في اسبانيون وداك الشيء. المهم تزوج بيا راجلي وانا عندي 17 عام، كنت كنعيش قبل مع جداتي، واخا كان عندي الوراق في اسبانيا كنت كنعيش مع جداتي. قريت في المغرب ومشيت درت واحد ديبلوم، يعني درته في مصر على ديك ديال مدرسه الازهر ولا ما عرفت شنو، على حسب درت باش تبقى دير الحجامه للناس. المهم ما شاء الله عليها، تزوج بها هذا الراجل من العائله، تزوجوا من العائله، الله يعمرها دار، كتشكروا كل شيء مزيان، الامور هانيه. المهم هو كانوا في ديك الساعه كانوا الرجال بزاف ما كانوش باقيين ما كيجيبوش عيالاتهم في الطاليان، فهي كان راجلها دائما كيقول لها بحكم هما كيسكنوا خارج المدينه وكتخدم هي في الفلاحه هي وراجلها، كيسكنوا خارج المدينه بحال فيلا صغيره بالجرده بكل شيء، فكان دائما كيعيط على الرجال اللي ما عندهمش عيالاتهم وكيديروا دائما الكسكسو رفيسه، دائما كانت في سبيل الله. مشات ليا وجات ليا وجا الوقت اللي كل شيء الرجال ولاو كيجيبوا عيالاتهم. واحد النهار هي كانت في السبيطار وطلقت في السبيطار مع داك السيده اللي مع واحد السيد اللي كيعرف راجلها، فقال له كان فين غبرتي وداك الشيء، قال له انا راه جبت مرتي وهذه وهذه، قال له مرحبا، هو راجل كبير شويه ومراته حتى هي كبر مني كتعاود، فهي هذيك قال له راه اسكت، قال له غبرت وداك الشيء، مرتي كانت مريضه وداك الشيء وهذه وهذه وهذا الشيء اللي كاين، وكاين عاد الدنيا كتغبر وهذه، حتى قال لك ما حتى حتى هذه جا الويكاند، قالت لك انا كنخرج انا وراجلي لان بحكم من الاثنين حتى الجمعه كنخدموا، فالويكان حتى جاو دق عليا قال لي نوضي بالشرج مطل، قال لي نوضي هذاك السيد اللي تلاقينا راه جاب مرته، جات وهادي بقات كتسلم عليا، المراه كبيره شويه الله يعمرها دار، قالت لي يا بنتي انت كتصوفي، قلت لها اه، قالت لي راه بغيت تبقاي ترجمي عليا، انا بغيت نمشي الكويستوره هي البروفيكتور، بغيت نمشي الكموني هي لاميري، المهم توريني الحوايج وتوريني هذيك، فقالت لها مرحبا، فبقات كتمشي معاها وكدير معاها وهي كدير الخير ديجا وهادي. فواحد النهار تعرفت عليها وكانت عندها مرت ود لوسه ولا معرفت مرت ود خو راجلها ولا معرفت بالضبط، انا ما كنبغيش نعرف هذا الشيء نحكر، ولكن المهم هو اللي خصنا نعرفوه. المهم هذيك مرت ولد عم راجلها، فقالت لها انا يلاه جيت وداك الشيء واش ممكن توقفي معايا وهذه، هذيك باقا صغيره وكل شيء، وقالت لها مرحبا. المهم نكملوا، قالت لها مرحبا حتى انت نوقف معاك، ولات كتمشي مع لاميري ولات كتمشي مع بروفيكتور بقات كتمشي معاها يعني كويستوره وداك الشيء، وكتوريها الوراق ديال الطبيب كترجم عليهم صافي، حتى تصاحبت معاها وكل شيء. هي كتسكن غير من موراها بواحد المسافه ماشي بعيده، واحد النهار عيطت لها وكتبكي، هذيك مرت ولد عم ديك السيده المراه كبيره، فقالت لها مالكش واقع، قالت لها عافاك اجي عندي دابا هذه، مشيت عندها بالطوموبيل قالت لك، وقالت لي شوفي انا راه راجلي مكرفص عليا وانا دابا حامله وما بغاش يشري لي الكوفيتير وما كيعطينيش الفلوس ما كيديرنيش، ودابا انا مشهيه غير الكوفيتير وهذه وهذه، وام دائما قامعني ودائما ضاربني ودائما مكرفص عليا، فانا بقات فيا مشيت كنجري كان كوناد ديك هذه، مشيت شريت لها كوفيتير مرميلاطه، شريت لها الكوفيتير شريت لها هذه في سبيل الله صويبينيه هذه هذه، وعطيتها الميكا في سبيل الله صافي، هي فرحات وداك الشيء وهذه.
المهم دائما كتشكى ليا، قالت لي راه ساكن هو واختو وكي دائما ما كيشريوش داكشي ديال اللوازم ديال الشوكولاط والحلوى، وهادي كيشريو غير داكشي حدو قدو هي النص هو النص، وقامعني وكلشي ما مخلي لي، ما بغاني نتعلم لغه ما بغاني هادي. انا بقات فيا وليت عطيتها صافي، ولات كتسامع معايا، وليت مره كنحن عليها معانا بحكم كنخدم في الفلاحه وراجلي معاون معايا وكندير عاد الحجامه، فبديت كنحن عليها مره كنعيط عليها، كتجي كتعاون ليا غير باش دير، انا ما محتاجاهاش غير باش نعطيها الفلوس بلا ما تحس بشي حاجه. فعلا بديت كنعطيها مره 100 اورو مره 100 اورو مره نعطيها 50 اورو مغليه فيها. مشات ليا مجات ليا دائما، وليت كنتهلا فيها نشري لها حويجات، وهذه دائما كتشكى من راجلها. فانا بقات فيها، ولدت بنيتها، ولات ولدات معاه وليد، المهم الامور غاده هانيه. واحد المره كانت غادا للبلاد قالت لي سلفيني ذهبك، سلفته ليها عطيته ليها، مشات به للبلاد قالت لي هادي ما عنديش ولا كشي، اول مره غادي نهبط هي مع يتيمه وكبرها غير واحد المراه فواحد المدينه بلا ما نذكروا ديك المدينه. المهم حتى لهنا وكلشي مزيان، مشات ودوزت داكشي ورجعت لي ذهبي الحمد لله. وهادي وهادي ارانا انا في العيد الكبير، حنا 10 العائلات اللي كنجمعوا معنا عندي الفيلا، على العيد الكبير كيجيو يتجمعون العائلات بعيالاتهم داكشي، كيدبحوا عندنا لان ما كاين لا بوليس لا حتى شي حاجه، والجرده وعندنا كيدبحوا كيشوطوا الريوس، حتى هي كتجي مع راجلها وكلشي، وعاد كيمشيو بحالهم. المهم دائما عرض عليا نعرض عليك عرض عليا نعرض عليك، المهم كلشي مره يعرض عليا مره نعرض عليك. ارانا هي راجلها ولا معامل معاها مزيان، ما بقاش كيف كان، ولا كيلحمار الا قالت له زيد زيد، قالت له هادي ولا كيتهلا فيها كيشري لها حوايج هادي هادي، واخا هي كانت كتشد واحد الغيره هذيك مرت ولد عم هي هذيك السيده، وكتشد شدنا الغيره ملي كتشوف انا راجلي كيتعامل معايا مزيان، هذيك الاخرى كيتعامل معاها مزيان مرت عم راجلها، حتى هي مرت عام راجلها هذيك البنت كيتعامل معاها مزيان، وهذه كانت كتشد شويه الغيره. المهم ما علينا، حنا ما كناش هادشي كامل عارفينه. المهم دائما كنتعرضوا دائما كنديروا. ارانا واحد النهار هي هذيك عرضت علينا، كنت انا ناويه انا نوبتي غنعرض عليهم، فقالت لي لا 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 بلا ما تعرضي انا اللي غادي نعرض. عرضت هي ودارت هذه ودارت هذه ودارت هذه، ارانا غنعاود لكم مرت عام. المهم نكملوا، كانت نوبتي انايا باش غادي نعرض عليهم، فقالت لي انت عيانه وهادي بديتي كتحسي بالعيانه غنعرض عليهم. فعلا غنعرض عليكم كاملين، فعرضت علينا وداكشي. المهم انا قبل ما ننسى هاد النقطه، مرت عم راجلها ولات كطيح كانت كتمشي يخرجها راجلها، دابا مابقاش ولا كيحشم يخرجها لان ولات كطيح. جات نوبتي انايا مشينا تعرضنا وداكشي. المهم غير خرجت من عندها جيت دوزت يومين، وكان هذيك السيمانه غادي نعرض عليهم نوبتي، فبدا كنضرب وليت كنطيح حتى انا بحال مرت عم راجلها، ولا يديا كيطيحوا وليت كنغوت، ولا هادي هزني راجلي داني للطبيب، راكم عارفين السكانيرات التحاليل هادي ما عندك حتى شي حاجه، هادشي منين الله اعلم. صافي مشات لي ايام وجات لي ايام، بقينا كيجري معايا كنديرو والو ما بقاش. حتى واحد النهار واحد خو راجل اختي راقي عيطنا ليه، حتى مرت عم راجلها مرت عم هذيك السيده ولا حتى هي كتمشي لعندو، فبدات كتذكر الاسماء والناس 10 ديال العائلات اللي تشتو اخواتاتي اخوتي 10 ديال العائلات اللي تشتو. وسمعوا سمعوا ديروا بالكم، ما كاينش هذيك العرايد، ما تبقاوش تعرضوا ولا شي عرض على شي. المهم حتى هي ولات كطيح كتذكر الاسماء، حنايا داك النهار اول مره غنطيح قدام الراقي هو كيقرا عليا وانا نذكر الاسم ديال هذيك اللي كنت كنحن عليها وكنعطف عليها، واللي قالت لك راجلها كان كيتكرفص عليها، كنذكر الاسم ديالها وذكرت البلاصه وذكرت فين دايره ليا داك الذهب اللي كانت دات، وعندي واحد الخاتم كبير داه حلاته وخشات ليا فيه السحر اخوتي اخواتاتي. وتحت تحت ناموسيتي لقيت واحد الحجاب حتى هو فين دايره ليه، ولينا حنا كنذكروا. ومرت عم راجلها بنتها تفرقات مع راجلها، كانت جات دارت العرس وزايده في الطاليان وكلشي مسكينه، وكانت عايشه بخير حتى هي بقات تفرقتها، يعني فركتت عائله. حنا اللي تقاسينا بزاف، حنا ثلاثه ديال الناس، شي الاخر داوا وراسهم بهذه كان داكشي خفيف، وحنا كنا كنمشيو نتلاقاو معاها بزاف، هادشي كامل من الغيره والكره والحسد. المهم ملي بقيت كنذكر داكشي وكنبكي، وهذه وراجلي شاف داكشي، انا ما كنتش كنامن اخوتي اخواتاتي بالسحر، حتى شدت بعيني مشيت فعلا بدينا كندكدك في داك الخاتم، وانا دائما دايره كنلقى داكشي معمر، فعلا لقيته ولقيت الحجاب تحت ناموسيه، يعني حنا ذكرنا داكشي يا خوتي، انا ما كنتش كنامن. صافي ولينا كندير غير بالراقي، ولات صحتي غدا وكتدهور ليومنا هذا، وانا صحتي كتدهور، بقينا انا وهذيك مرت عم راجلها انا وياها اللي كندهور صحتنا. مشات ليام وجات ليام. المهم تحولت من ديك الدار، مشيت لدار اخرى باش بغيتها ما تبقاش تجي عندي، لان غتبقى تبقى على ان ذكرنا حنا الاسم ديالها، غتبقى تبقى تديرني. دابا انا خوتي خواتاتي انا دابا راني كنرحل
واحد الدار باش نمشي ليها، وكنحاول ما نبينش ليها وما نقربش ليها، لان هي راجلها شتناها كيفاش رداتو، وحنايا تكرفصت علينا علاش على هاد الغيره والحسد. حنا كنا شي كيعرض على شي وشافتنا كي كيتعاملوا معنا رجالاتنا، فشوفوا الكره والحسد فين دات. انا سلفتها ذهبي باش تمشي للعرس، جات شوفه لقيتها دايره ليا في الخاتم ديالي. فردوا بالكم اخوتي خواتاتي، كنتمنى هاد القصه هادي تستافدوا منها. فالاخوان نتمنى هاد القصه تكون عبره ليكم. حضيو نتوما، حضيو نتوما، حضيو، ماشي غير في اوروبا، في المغرب، في اي بلاصه، حاولوا انكم ما تاكلوش عند بنادم، حاولوا انكم فهمتي. راه شوف، راه الدنيا والزمان، راه كاين بنادم اللي محسد، كاين بنادم اللي محكمه فيه، قوى الشر، وهادشي ديال السحر راه كاين، راه بزاف ديال البنادم دمرات حياته بسبب السحر. هادشي راه ما فيهش الضحك الاخوان. فهادشي اللي كاين، فنتمنى القصه تكون عجباتكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو، ودخلوا عند السيده، السيده كدير قصص زوينين الصراحه. وهادشي اللي كاين الاخوان، وتبارك الله عليكم.